سيبي ما فيش اي يا شيء استاذ هاني، بيقول يا استاذ معاك يا هاني، يا فندم. استاذ هاني، انا مش بتكلم دلوقتي على الخطأ من عدمه، انا عايز اخد حقائق وعايز اخد ردود افعال رسميه. قانون حضرتك تقول لي انا والله لا هروح لجنه التظلمات في اتحاد الكوره، انا لا حضرتك يحصل. انا هروح احنا الفيفا. هنروح لجنه افهمني من التظلمات فضلك يا استاذ هاني، انا عايز اخد عناوين تفيد المشاهد، اعرف الاجراء بغض النظر عن كلام يحمل انطباعات حضرتك، ولك مني كل ما هو التقدير انا مش والاحترام. هقدر انا راجل اكشف استقصي، تماما يا انا راجل استاذ ابراهيم. استقصي الحقائق وابحث عن معلومه وعنوان، فانا اللي طالبه ما من هو معاليك دلوقتي، اللي طالبه من حضرتك دلوقتي ان انا احصل على عنوان. هتعملوا ايه؟ هتروحوا الفيفا؟ اديني عنوان. هنروح الفيفا وهنلتجئ وهنستأنف القرار وهلجأ للفيفا عشان انا لازم اجيب حق محمد الشيبي. محمد الشيبي ما ينفعش ان هو يتوقف بالصوره دي من جهه غير منوط بيها اصدار هذا القرار. مين الجهه مجلس اللي اتحاد، مين مجلس الجهه اتحاد يا باش يا استاذنا، مجلس اتحاد الكوره غير منوط باصدار عقوبه ضد اللاعب. طب يا فندم معلش مجلس استاذنك، ممكن يا استاذ هاني اتفضل. تخليك معايا عشان الكلام اللي حضرتك ده بتقوله برضو مهم، يحتمل طبعا بالضروره الرد. انا معايا على التليفون الاستاذ محمد المشطه، المستشار القانوني للاتحاد المصري لكره القدم، لكي تحدث يعني على الاقل ردود افعال في هذه الجزئيه. الاستاذ هاني بكري دلوقتي بيتكلم معايا استاذ محمد بانه الاتحاد المصري لكره القدم ليس له احقيه في اتخاذ مثل هكذا قرار. احب اسمع رد حضرتك، وانا معايا الناحيه الثانيه الاستاذ هاني بكري، نحاول ننظم الحوار بشكل احنا نطلع منه بحوار مثمر. اتفضل يا استاذ محمد، واهلا وسهلا بك وتحياتي. يعني اهلا وسهلا يا استاذ ابراهيم، اولا بحيي حضرتك وبهنيك على البرنامج بتاع حضرتك. ربنا يبارك في عمرك. تمام. والاستاذ هاني الحقيقه طبعا له مطلق الحريه يقول اللي هو عايزه. تمام. ولكن انا ما يعني مش عارف سؤال حضرتك ايه عشان ان انا اجاوب عليه يا استاذ ابراهيم، انما احنا مش داخلين في مسجله قانونيه ان احنا نتكلم فيها هو يقول وانا اقول. لا، شوف حضرتك السؤال ايه اللي حضرتك عايزه انا اعقب عليه ابراهيم بيه. طيب عظيم، انت وفرت عليا مشوار طويل. سؤالي لحضرتك دلوقتي، هذا القرار قرارا شرعيا، ايقاف الشيبي 6 مباريات، هل هو قرار محمي شرعيا؟ هل هو قرار صحيح اذا الناس راحت علشان تطعن على هذا القرار في الفيفا زي ما بيقول دلوقتي الاستاذ هاني بكري؟ قراركم محمي شرعيا، قراركم غير محمي شرعيا؟ وضح لنا ووضح للمشاهد. اتفضل يا فندم. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم، هذا الموضوع من اول يوم حصلت فيه الواقعه دي، ويمكن حضرتك وكل الساده المشاهدين والمتابعين للمباريات ومتابعين لكرة القدم شافوا ان في تصالح تم بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في غرفة الملابس. وهنا ثاني يوم على طول لجنة المسابقات برضو وقعت عقاب على حسين الشحات طبقا للائحة المسابقات الموجودة في هذا التوقيت اللي هي 220,000 جنيه. لجأ محمد الشيبي الى النيابة العامة عشان برضو اللغط اللي موجود، اللغط القانوني، ان لا من حقه يروح، لا مش من حقه يروح. يا ابراهيم بيه، من حق اي مواطن انه يروح يتقدم باي بلاغ لاي جهه هو شايف من وجهه نظره ان هي تجيب حقه. ماشي. ولكن يعني حضرتك شايف ان هذا التحرك تحرك، حضرتك شايف ان هذا التحرك تحرك الشيبي كان له حريه الحركه فيه، يعني له مطلق الحريه. تمام يا فندم. انت ما تقدرش كالاستاذ ابراهيم فايق ولا انا كمحمد ولا اي حد يمنع واحد، هتمنعه ازاي؟ هل هتقيد حريته ولا هو بيتحرك بمحض ارادته؟ عظيم. هو راح قدم بلاغ في النيابه، تمام خلاص هو شايف كده. انما حضرتك النهارده يعني الاتحاد الكوره ليه بيقولوا ليه اتاخر ان هو ما اصدرش قرارات ضد عقوبه او ان هو اتاخر في هذا الكلام؟ كل الجميع يعلم ان هناك كانت محاولات للصلح من اطراف كثيره جدا، ومنهم سياده اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الاداره، وراح نادي بيراميدز على اساس ان هو يحل هذا الموضوع وديا بين محمد الشيبي وبين اللاعب حسين الشحات. اولا انا عايز اقول هو ده اللي خلاكوا، هو ده اللي خلاكوا كاتحاد كوره يعني تقلوا رجلكوا بمعنى اصح في القرار؟ يعني هو ده اللي خلاكم ما لان ممكن يا فندم، ممكن يا فندم التصالح يحدث. طيب. حتى قبل صدور الحكم من المحكمه وهي محجوزه للحكم، يتقدم طلب لفتح باب المرافعه للتصالح. طيب خلاص ده طب دي نقطه مهمه.
استدعي فيها انا الاستاذ هاني بكري اذا كانت هناك. لا بعد اذنك يا ابراهيم بيه، انا مش هدخلكم يعني مع بعض يا استاذ يا سياده المستشار. ماشي يا سياده المستشار، يا سياده المستشار يعقب بعد ما اقفل. اسمعني يا سياده المستشار، ممكن يا بيت تسمعني؟ انما انا بقول لحضرتك ايه يا سياده المستشار، ممكن تسمعني؟ الو سامعني يا سياده المستشار؟ ابراهيم فاهم معاك، سامعني؟ سامعك يا فندم، سامعك. طيب. سامعك انت عارف ابراهيم صح؟ انت عارف ابراهيم. اخلص كلامي والاستاذ هاني يا بيت. طب اسمعني طيب، يعقب زي ما هو. يا بيت طب اسمعني طيب، يا بيت طب اسمعني، مش هدخلكم انتوا الاثنين على بعض، بس خليني افهم اذا كانت هناك. يا فندم معلش يا ابراهيم بيه، بعد اذن حضرتك انا هكمل كلامي والاستاذ هاني يعقب زي ما هو عاوز. يعني انت مش عايز يبقى يحصل اي نوع من انواع الايضاح حتى كمان في فكره التصالح؟ انا عايز اعرف اذا كان هم كانوا. بتقول لي ايه موضوع التصالح؟ انا بقول لك الكيس ماشيه ازاي، انما يتصالح ما يتصالحش طبعا ده شان خاص بيه. ماشي، ما انا يعني خليني بس عايز اقول نقطه، خليني اعمل دور الاعلامي من غير ما يجي عليك. هذا الموضوع غير متعلق بنادي بيراميدز ومن غير متعلق بالنادي الاهلي، متعلق بلاعب في النادي الاهلي ومتعلق بلاعب في نادي بيراميدز.